بدر علينا من ثنية الوداع وجب شروع علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك داود يال هل كسو توسكا نغدو نيسان والتلفزيون غرب الصوماليات halka aan ku suganahay oo aan idin kala soo hadlayno waa masjidka loogu magacdaray masjidul abrar oo uu gacanta uu ku hayo mudariskina uu ka yahay sheekh maxamuud maxamed yahyi oo ku magacdheer sheekh maxamuud baraawi kana mid ah masaajidda hoostaga jamaacadu sheekh daud culso halkan sida aad kadaashid ka maqashaan waxaa korro lagu soo gaagoyay munaasabad heerkeedu sareeyo oo loogu dabaaldegayay dalashada xabiib keen maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee waxaana ka soo qayb galay munaasabadan mashaaikh xir macallimiin iyo masharif aad u far badan waxaan ugu horeyn munaasabadda lagu daafuray kalaamka alle iyo amdaax kala duwan oo lagu ammaanayay xabiib keen maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا حبيب يا حبيب وأجمل منك لما ترى غض عين وأجمل منك لما ترى غض عين وأكمل منك لما تلد نساء أيها لما بعوث فينا جئت بالأمر المضاع جئت شربت المدينة مرحبا يا خير داعي الله يا النبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك إذا الليل جنة فما إذا الليل جن فما بعينك تنفي الكرم صلاة سلام على الله صلاة سلام على مشافع عيد الله iyo kalaamka alle kadib waxaa koobta kelimaadii kulbun ka soo jeediyey qaar ka mid ah mashaaciqdii ka soo qayb gashay munaasabadda iyagoo ka sheegay seerada xabiibkan maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee waa ooyay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxauna dhahay ummatii ummatii ayuu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas markii uu dhahay ayaa rabbulcizza jalla jalaaluhu wuxuu soo diray malakul jibriil wuxuu ku yiray jibriilow addoonkayga muxammed ah u tag waxaad su-aashaa maa yubkiika war muxammedow maxaa kaa oysiihaayo su-aal jibriil ayaa nabigeena u yimid salawaatullaahi wasalaamuhu calayh markaasoo wuxuu yiray rabbul cizza ayaa isoo diray wuxuuna ku leeyahay yaa muxammed maa yubkiika nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa ka owsiiyey ilaahay waa og yahay jalla sha'nuh laakiin jibriil iyo malaa'igta ayaa waxaa la dareensiihaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida ummaddiisa uu ugu naxariisahaayey oo ummaddiisa uu ugu naxaayey بيدي اللواء الحمد ورنبغين عليه الصلاة والسلام وما من نبي آدم فمن دونه تحت اللواء يوم القيامة ولا فقر
علن كلا مهدي دون أنا جا عن تكوهايو آدم يوحى كسكيو طن لما أنتوا علن كي هو سماها ينفعنا ما أو نربيجن عليه الصلاة والسلام أنا أول ما يقرأ باب الجنة ونربيجن عليه الصلاة والسلام جنة الباب كي إنك أوهر يقرأ عيا أنا جوا نبيجن عليه الصلاة والسلام قسائستي سكمتها آتي باب الجنة جنة الباب كذا إماها فأستفتح وفرد الباب ونبيجن عليه الصلاة والسلام فيقول الخازن فرهسك وحوليه من أنت ياتها فأقول وحندها محمد مركز وحوليه أوري بك أمرت هذه السبب تادو حالي أمري الله أفتح لي أحد من قبلك أحد كهوري إن أنا كفرم إلهي أمر سيب سبحانه وتعالى وحال لي النبي الله محمد قفا إن كفري الباب كاس حفلة دانات كأو قروح هذا بدنو أقف رسول كلا صاد راي أو كمرج جراي أدونك أنت وجوجي آخر أنت وجو كمرج جاي مرج تندتك ومديسة لسه حوي جري أقف كأو وين أنتيس أي لحنته وحواي أقف جسار واي جسار جسار جنا ما قال يي مقص ومالي دكوا مهماهان مرك إلهي جسار نجمع دكوا إلهي يوم وينهينا رسول كيسنا وينهينا حفلة دان أقف كسوق القالي يي وحسو وحكوب حيينا بدل كرو خير الله سيان لين هاي إن شاء الله تعالى نبي جن الله صاد دريه أمدان الله صاد دريه نبي الرحمة هاي إن لا شك شاقو أجر بدنا لجهلا قف قلب جينا النور وجهلا يا هو قلب إيمان إيمان إك أكو سيادة يا إلى يا ما هذا صنعة هاي ما هذا أنا أسيع متهي إلهي نسوى فجية حفلة دي ساكن نصاب الله وتهي نبيك عن كحسين صلى الله وسلم وبارك عليه ما هاد علين تاسي أولا أسكال الله أنا متي ثانيا وحا ما هاد بلان أسوك ناتي علماء دي كسوا قيب قلين شيخ إني أقول ريي شيخ أحمد محمد عمر وكهد لي موضوعي كساب صناعي رحمة نبيك عليه الصلاة والسلام وصفي عن نوغهد لي ثالثا وحامهات بلان أسوق ناتي شيخي كوحيقي وشيخي نهايش عبد القادر محمد مختار ونوغه اللي خصائص النبي صلى الله وسلم وبارك عليه واسنسفي عن وان أغر روحني رابعا وحامهات بلان أسوق ناتي كسوق إبقاليالك والدين تحرت يو أذيالك أذيالك كسوق إبقالين يالك يمدين كليالك وحدن أدو الغاتين مرك كليت حكت وحاء أمهد عليها حرتي صاع عمرتي هل كان صودان خير جاء صاع عمرتي قلنا نتكذي جمدي يو بلا وجد الهاين وعامات كلا أصقناتي ما موين كهويين كحرتها أيان السفي عن أصو ما مسين حفلة دان قيمها بدن استخدام عبد الله سياد تلفيش غرق صوماليات حافظ العدالة دقمة هلوة مقلدة مقدشو